سائل يقول تأخرت عن عمل إنكام taxes فحبست عني الحكومة العائد وهو يبلغ مبلغ النصاب أكثر من حولين هل إذا استلمت المبلغ أن أعطي زكاة المال وكيف أحسب؟ على كل حال ما دام المال ليس بيدك فهو ليس مضافا إلى وعاء الزكاة اذا تسلمته فهو جزء من العام الجديد يعني اضفه كانه مال مستفاد فتضيفه الى وعاء زكاه السنه التي تسلمته فيها انت الان تسلمته في هذا العام اضفه الى وعاء زكاه هذا العام واخرج زكاته في نهايه العام بضميمته الى ما عندك من اموال اخرى اي مال مستفاد اثناء العام فانه يضاف الى المال الاصلي الذي عندك الا اذا كان قد استفيد بسبب جديد مستقل لا علاقه له بما عندك من مال، يعني واحد عنده فلوس ومات له قريب فورثه، اخذ ارث، ما فيش علاقه بين الارث وبين استثماراته الحاليه القائمه. يقدر يخلي لهذا المال الموروث يعمل له حول جديد، اصبح عنده موعدان، موعد لماله الاصلي وموعد لماله الذي ورثه، وان اراد ان يضم الجديد الى القديم، وان يزكي الجميع في نهايه الحول، ويريح نفسه من عناء تخصيص مواعيد مستقله لكل مبلغ دخل فهذا انقى له وابعد له عن الصداع والدوشه كما يقولون